أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. دكتور عماد عوض رئيس مبادرة جمعية البر والتقوى المصرية، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. وكل مرة ربنا سبحانه وتعالى يعني يصف لنا جزء من الجنة بشكل غير الشكل الآخر، يعني المرة دي غرف من الجنة. كلمني عن هذه الآية الكريمة. هو طبعا الجنة فيها غرف كثيرة جدا للي داخل الجنة، ملوش غرفة ولا اتنين ولا تلاتة. حتى سيدنا النبي قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطعم الطعام، تمام، هي لمن أطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. الإطعام خلاص هيسكن في غرف، اللي بره شايف اللي جوه واللي جوه شايف اللي بره، سبحان الله. كمان في الجنة فيها غرف لمن ترك المراءة ولو كان مازحا. الجنة فيها غرف. كان في حديث جميل قوي، سيدنا جبريل أخذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبوصف له القصر في الجنة عبارة عن إيه. فطبعا وصف طويل شوية، لكن نوصل منه للآخر ان انت لما ان شاء الله ندخل الجنة انت هيبقى لك حور عين كتير جدا، تمام، ويبقى لك خدم وحشم كتير جدا جدا، وولدان مخلدون كتير جدا جدا، وهيبقى لك اهلك هيبقوا معاك في الجنة اذا دخلوا الجنة، وان شاء الله يكون اهل الجنة. هتبقى بقى ليك اربع ابواب، القصر بتاعك ليه اربع ابواب. الباب الأول تطل منه على الله، تشوف منه ربنا بس، خلاص كده. والباب الثاني الملائكة تدخل عليك منه، والباب الثالث بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوف منه رسول الله، والباب الرابع بتبص على أهل النار. ليه؟ عشان تحس بالنعمة اللي انت فيه، خلاص كده. بص بقى، فاكر فلان شايف في النار، وشايف فاكر فلان لو كنت عملت زيه كنت بقيت في النار زيه. فالغرف اللي في الجنه القصور دي بتتبنى، والغرف دي بتتبنى لبنه من فضه ولبنه من ذهب، معايا؟ وبعدين الكسوه حرير، في حرير، بس حرير الجنه بقى غير حرير الدنيا خالص، معايا؟ الغرف ربنا ذكرها بصيغه الجمع لكثرة النعم التي سينعم بها أهل الجنة. خلاص كده، ليه هم عملوا إيه عشان ياخدوا الكلام ده كله؟ إيه الدلع ده كله؟ تمام؟ إن هم آمنوا وعملوا الصالحات. خلاص؟ كانوا بيساعدوا الناس بقدر استطاعتهم، بس ما كانوش بيبقى عندهم الإمكانية يساعدوا ويطنشوا، ما كانوش بيتكلموا عن المستقبل، مش خايفين منه، المستقبل ده بتاع ربنا. أنت ليك في الحاضر. استعد للي جاي بس ما تخافش من اللي جاي، يعني اللي جاي ده بتاع ربنا بس. تمام. ربنا استخدم لفظ هنا جميل قوي، قال لنبوئنهم، ما قالش لنسكننهم. بمعنى ايه الاثنين؟ السكن ممكن تخرج منه، معايا؟ وفعلا في ناس تدخل الجنه وتخرج قمه العذاب، ان تشوف النعيم وتخرج تروح النار، تمام كده. ده موجوده. فده ايه؟ السكن خطر، سكن ايجار، سكن ملك. مثالك هتمشي ملك، هتخرج بأي شكل من الأشكال، إيجار خلص وقتك وقتين. إنما التبويق التمليك، تمليك بلا حدود، ما انتش خارج، خلاص. والتبويق قمة الحفاوة من ربنا عز وجل بالسكن الجديد. ربنا هيحتفي بيك قوي، خلاص. فعشان كده استخدم لفظ لنبوئنه، واللام هنا بتفيد التوكيد، معايا؟ العرب عارفين التبويق كويس، فاستخدم لفظ التوكيد، لان العرب شاكين، هو مين اللي هيقعد في مكانه مش هيخرج منه؟ مستحيل. لا، ده في الجنه انت ربنا هيبوقك، هيكافئك، والمكافاه تمليك بلا حدود، يعني ما فيش مده زمنيه محدده، تمام. وهتقعد فيها في ايه؟ في الغرف اللي انت هتاخدها دي، تجري من تحتها الانهار. العلماء استغربوا قوي من لفظ تجري من تحتها الانهار. ازاي الانهار هتجري من تحت السكن اللي احنا ساكنين فيه؟ وانا اشوفها ازاي؟ ايوه، ما هو كل واحد قصره بيعدي من تحته واماكن مفرغه ليه كده، زي الانفاق بالظبط، جزء باين وجزء مش باين. نهر من لبن، معايا؟ ونهر من ماء، ونهر من خمر، معايا؟
كده. الانهار دي هو بيشرب منها. هل هو بينزل يشرب؟ لا ما بينزلش. امال الولدان المخلدون بيجيبوا له، هو يخطر بس في باله. احنا في الجنه ان شاء الله ما بنطلبش حاجه خالص، انت مجرد ما يخطر في بالك بس تلاقي حاجه قدامك. خلاص، دي ميزه التبويق. تمام. فاسال الله عز وجل ان يتقبل ايماننا وعملنا الصالح يا رب. امين. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولا ايمان بدون عمل. وطبعا العمل اللي من غير ايمان ومن غير مقبول، يعني كانه هبقى، يعني احنا بنعمل حاجه مش اساسها ابتغاء مرضات الله. خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل. اهل الخير، النهارده احنا في مجمع الديابي قريه الشلاقي الشيخ زويد، معلش عشان انا مش من هنا الاسماء بعيده شويه. المجمع ده ما كانش فيه ميه شرب، الحمد لله ربنا عز وجل كرم جمعيه البر والتقوى المصريه بمتبرعيها الكرام، وجينا هنا زي ما انتم شايفين وعملنا المحطه اللي انتم شايفينها دي دلوقتي، سعه 30 متر مية، يعني يكفي القرية بشكل كبير جدا. وقلنا قبل كده ان من حق الناس دي علينا، الناس اللي حاربت ووقفت جنب الجيش والشرطة عشان يطهروا ارض سيناء من الارهابيين بمخططات دولية، لازما اقل واجب نعمله لهم نوفر لهم طيب مية شرب، وكمان نوفر لهم ابار توازية للزراعة. ربنا يجزي خير كل اللي شارك معانا في المحطة ديت، كل واحد باسمه اللي مكتوب، كل اللي شارك وقال ما تكتبش اسمي، فبقول ربنا يجزيكوا خير ويبارك فيكوا يا رب. محتاجين كمان على الأقل 20 محطة مية كمان في الشيخ زويد وشمال سيناء بصفة عامة لغاية الحسنة. خليك معانا لأن دي من أعظم الصدقات على الإطلاق، إن أنت تشارك في سقي الماء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بنعاني من ما فيش مية حلوة، بتعب بنجيبها عن حوالي الخزان فوق ال 200 جنيه، في دلوقتي متوفر على كلنا وعلى المناطق، كل المناطق هنا الحمد لله، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاحنا بنشكر جمعيه البر والتقوى، بنشكر اي فعل الخير، وشكرا الف شكر. احنا بنشكر جمعيه البر والتقوى اللي عملت الميه هذه. شكرا لجمعيه البر والتقوى لانكم جبتوا لنا الميه. المحطات يعني بتخلصوا محطة بتبنوا اللي بعدها، انتوا عاملين خريطة للأماكن اللي محتاجة المحطات في مصر؟ هو احنا عايزين نستغل الحلقة النهاردة ان احنا نفرد مساحة كويسة خاصة بالمحطات. الناس طبعا اللي عايشة في المدن والكلام من ده مش متخيلة ان في أماكن في مصر ما فيهاش مية. الناس مفكرة كده، انت بتهرج في أماكن ما فيهاش مية، في أماكن كتيرة جدا، واحنا عندنا خريطه كبيره خاصه بالموضوع دوت. وكل ما بنقول احنا خلاص كده غطينا مكان، نلاقي مكان تاني وتالت ورابع. في احنا المحطه اللي قدامنا ديت حوالي 40 متر ميه. دي من اكبر المحطات اللي احنا عملناها، احنا عملنا 100 قبل كده. المحطه ديت في شمال سيناء بالتحديد في الشيخ زويد. القرية مش عارف الشلقاني حاجة زي كده، اسم غريب شوية كده، مش تذكره قوي. المحطة ديت لما أنا رحت هناك لما أيام بعد انتهاء العمليات الحربية ضد الإرهابيين وتطهير سيناء الحمد لله تم على خير، كانت مشكلتي المشاكل في القرى إن مفيش مية شرب. السبب طبعا معروف، إن الناس دي أهل سيناء بيسكنوا على رأس أرضهم، مش تجمعات كده، معايا؟ في القرى بالتحديد، هو عنده ارض في الحته الفلانيه باني بيته على راس الارض، فتلاقي بيت هنا وبيت هنا وبيت هنا، القريه متراميه قوي. فعشان تعمل خط ما هتعمله ازاي؟ صعب. الحل ايه بقى؟ هم كانوا بيبعتوا يشتروا خزانات الميه، الخزان مثلا ب 200 جنيه. طب الخزان مثلا فيه 50 لتر ميه، لتر 50 لتر. طب انت هتعمل بقى 200، هتجيب 200 جنيه كل شويه منين؟ فقالوا لنا بص احنا عايزين منك حاجتين، عايزين تعملوا لنا ابار ارتوازيه للري، ري الارض،
وده كان بصراحة مع المحافظ طلبه مننا ان احنا ندخل نشارك فيه. وفعلا شاركنا بعدد من الابار الارتوازية اللي سهلت ان الناس تقيم في الارض ما تخرجش وتزرع وزرعت الحمد لله وخلاص وتكسب وخلاص ومش محتاجين بقى حد يساعدهم ولسه ولا. محتاجين هناك كمية بصراحة يعني كمية ايه؟ ابار كمان ابار ارتوازية للري. لكن احنا دلوقتي اتجهنا كمان لمحطات المية لانهم عايزين يشربوا. فبدأنا بقى ان احنا نيجي عند بعض الابار نعمل عليها محطة تنقية مية بحيث ان الناس تشرب. المحطة دي بيجي لها كل اهالي القرية بيجوا بعربية ربع نقل يملى ياخد ميته مجانا ما يدفعش جنيه. تمام. فدي حاجة لها فايدة كبيرة جدا بتساعد على استقرار الناس. هناك شفنا بجد ان ربنا خلق من كل شيء حي من الماء. ان ما حدش يقدر يعيش من غير مية. تمام. طب الناس دي لو ما فيش محطة هيجيب مية منين؟ هيشتري من المدينة. طب هو هيشتري من المدينة التكلفة دي كتير قوي عليه. مش هيقدر. قلت لي كنت معدي مرة وحد جاء قال لك تعالى شوف انتوا عملتوا ايه او حاجة كده. ايوه فكرنا ده بالقصة الأبار. الأبار الارتوازية. كنا في اسبوع الخير في شمال سيناء. فاتصل علي احد الشباب من هناك وقال لي انا بسلم عليك وبقول لك بالمرة وانت هنا تعالى شوف الخير اللي الجمعية عملته. فقلت له خير. خير ايه بالظبط؟ انهي خير فيهم يعني؟ قال لي الميه انتوا عملت لي بير. الحمد لله انا جبت خراطيم الميه، الجيش جاب لي الزيتون. النهارده انا بايع زيتون ب 750,000 جنيه. هو الشاب اللي الشاب بيقول لك كده؟ ما شاء الله. بجد؟ قال لي لسه عندي بقايا زيتون تعالى شوف كده لان انا سايبه للعصير يعني. فبصراحه فتح نفسي، قلت له طب انا عايز اروح. المهم لما رحت هناك الناس الاهالي بقى عرفوا احنا كنا عاملين كميه ابار كبيره يعني. الشكل جميل قوي، انا بقيت مبسوط بصراحه. شكل الزيتون والخضره، والله عايز اقول لك ان في ناس لانها من صحراء قاحله اولا ما كانوش هيقعدوا، كان هيمشوا تاني طبعا. فهو البيت بقى بتاع بعض الناس هناك بيت مهدم. فبقول له انت قاعد هنا ازاي؟ قال لي يا شيخ انت عملت لنا الخير، زرعنا، انا ما يهمنيش البيت. قلت له طب وعيالك هتقعدوا كده في الطل الشتاء داخل عليك وكده؟ قال لي بص بنجيب شويه مشمع وخلاص. احنا كده قاعدين جنب زرعنا، الغنم بياكل وبنشرب وبنبيع وعايشين ومزاجنا، ربنا يجزيكوا خير. لقيت احد الشباب برضو جايب موتوسيكل كده، قال لي بص بقى ده ما جيت تيجي بقى تشوف اللي انت عملته لي. قلت له خير. قال لي تعالى هوريك. اخدين 23 فدان هو وثمان شباب، هو وسبع شباب خلاص، عاملين لهم بير احنا. فاخدوا اشتركوا مع بعض. تمام. واخدوا 23 فدان جنب بعض ضموهم على بعض وقاموا جايين للبير سقوا الارض كلها. زارعين ايه بقى؟ طماطم. فاكره الطماطم كانت ب 40 جنيه؟ كان في التوقيت ده. عايز بقول لي بص انا مش عارف نشكرك ازاي. والزيتون عندنا الحمد لله برضو طالع كويس اهوت. وزارعين بقى برنجان وزارعين فلفل وخيرات ربنا. بقول لي بص لولا البير اللي انتوا عملتوه ده احنا الثمانيه ما كناش كنا بنفكر في الهجره. تمام. احنا هاجر من مصر كلها مش كده. انما الوقت احنا قاعدين بنكسب وعايشين كويس. الميه هي حياه البدو عموما يعني، حياه الصحراء. من الماء كل تمام شيء. فلذلك بقول لكل اهل الخير اللي بيشوفونا دلوقتي ما تستهونش ان انت تفتح باب رزق لحد، ما انتش عارف هو هيستخدمه ازاي. الناس ديت لو الزرع اللي الزرع ده في ميزان حسناتك كله طبعا، رغم ان انت ما شفتوش انت عملت بير طبعا. تمام. انت عملت بير لكن ما تعرفش البير ده عمل ايه. انت عملت محطه تنقيه ميه، الناس شربت، الناس عاشت في البلد، الناس بدات تيجي اللي هم ما كانوش راضيين يرجعوا رجعوا بقى تاني، بقى هناك ميه شرب وبقى في زرع. انا خليني بعيد لي ارجع بلدي بقى. تمام. فعايز اقول للحبايب اللي بيشوفونا دلوقتي الهمه محطات تنقيه الميه، لو بتحب نفسك شارك في محطة مية أو اعملها لو تقدر. لو بتحب والدك ووالدتك شارك لهم في محطة مية. لو بتحب زوجتك شارك لها في محطة مية. لو بتحب ولادك اعمل لهم. لو بتحب نفسك اعمل لنفسك برضو. عايز أقول برضو كلمة مهمة قوي، اللي لسه اللي عمل اتصل تاني على 19038 وشارك تاني. ما تستهونش بالحسنة، أنت مش عارف هي نهين اللي هتدخلك الجنة، ما أنتش عارف نهين اللي هيشرب منها طير هيدعي لك، نهين اللي هيشرب منها حيوان وهيدعي لك، فبالك بقى اللي هيشرب منها بني ادم. احنا عاملين احواض للميه تحت بحيث الحيوانات وهي معديه الاغنام تعدي تشرب كمان من الاحواض. فجماعه الهمه ما تستهونوش بالحسنات اللي انتوا هتعملوها، وما تستقلوش وما تقولوش كفايه كده، لان ما حدش عارف هو ايه اللي اتقبل
وإيه اللي لسه ما تقبلش. طيب نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل. أنا اسمي محمود وإسلام من محافظة الفيوم قرية عنك. من قرية عنك محافظة الفيوم. المعيشة بتبقى صعبة جدا ونبقى محتاجين المية و... الحياة من غير مية ما تعتبرش حياة. كل يوم الصبح بملى مية الشارع. أنا ساكنة في بيت من إحدى بيوت هنا في الشارع، مفيش مية خالص في البيت، فأنا بنشد جمعية البر والتقوى إن هي تدخل لنا المية. فإحنا ما عندناش مية خالص خالص خالص، مفيش مية، وعشان نجيب مية بنمشي مسافة كبيرة قوي عشان نجيب المية، والدنيا حر، أنت عارف الأولاد يعني عايزين يتشطفوا كده ومفيش مية خالص. فإحنا بنطلب من البر والتقوى إنهم هم يوصلوا لنا وصلة مية. طيب زي ما في ميه الناس تروح تاخدها، في ميه بقى نوصلها لغايه البيوت. في بعض الاماكن ما ينفعش يتعمل لها محطات تنقية ميه، لان الميه الجوفيه فيها حادقه جدا فمش هتنفع. فاحنا بنعتمد على بالتعاون مع والتنسيق مع شركه مياه الشرب ان احنا نعمل خطوط ميه من الخطوط الرئيسيه للمياه، مياه الشرب، مياه شركه الشرب، ونوصلها لغايه البيوت. فعندنا حاجتين، خط ميه ووصله ميه. خط الميه ده بيجي من على الطريق، ناخد من الماسوره الرئيسيه ندخل الشارع اللي محتاج، وبعد كده ندخل في الحاجه الثانيه اللي هي وصله الميه للبيت. انا شايف ان خط الميه ووصله الميه دي زكاه، خلاص كده زكاه. اما المحطات دي صدقه جاريه، مش زكاه. ليه بقى الوصلات والخطوط زكاه؟ لان لو الاهالي ديت كان معاهم فلوس كانوا عملوا الخط، كانوا عملوا الوصلة، إنما هم فقراء. وحتى شوفوا منظر البيوت بتاعتهم عاملة إزاي، معي؟ أصلا فقراء فقر مدقع، يعني أبسط أنواع الحياة. معظم الناس دي بيوتها من غير أسقف أصلا، ما عندهمش دورة مية، من غير باب زي كده، يعني شوف الباب ستار، معي؟ فكونك إن أنت توصل لهم مية يبقى أنت كده أنقذتهم من كل يوم الصبح ست البيت. الراجل طبعا بروح يدور في أي حتة، انما الست بتخرج شايله الجراكن وراحه تلف على ميه من هنا، وساعات ناس تديها وساعات ناس ما تديهاش، لان النهارده الميه بقت بفلوس فجاه بقى عندها. وانا بس مش مدركه الناس دي بتستحمى ازاي وبتحمي عيالها ازاي وبتطهر مثلا جرحها ازاي. بلاش نتكلم في الحته دي بصراحه، لان يعني الموقف صعب، والمشاهد عارف كويس لما الميه بتقطع عندك نص ساعه بتقلب الدنيا، بتقلب الدنيا. يعني احنا بنروح مثلا، اروح لامي المية مش قطع عندك، فانا اروح بلاقي بدايل. هنا ايه البدايل؟ مفيش بدايل. حياة لا يقبلها انسان. ده بقى احنا شغالين فيه، عشان كده بقول دي زكاة. خلاص. وبعدين عاملين ميزة كمان جميلة قوي، لما هتتصل على 19038 هيقولك الميزات الجميلة خاصة بالخطوط والوصلات. ان هم عاملين كمان حتة لغاة التقسيط، فاتحين في دي في التقسيط بشكل كويس. الفكره في ايه؟ ان انت بتنقذ اسره من طب في مطر، في برد شديد، يخرجوا يملوا ازاي؟ معايا كده؟ طيب هيطبخوا ازاي؟ تمام؟ من غير ميه، مفيش ميه، هيطبخ ازاي؟ على رايك يحمي عياله ازاي؟ الوضع صعب بصراحه، لكن لما تدخل طيب احنا في قرى دي يعني حاجه بتوصلوا لها الميه، لان هم بيوتهم رسمي يعني بيت. بس يعني هو ما عندوش الامكانيات ان هو يعمل توصيله الميه او يدفع للدوله او الكلام ده، انما الدوله موصله خطوط، عامله خطوط قريبه منهم. فحضراتكم بتاخدوا الخط لغايه البيت. في احيانا بناخد خطوط 3 كيلو. البلد دي، المنطقه دي بالكامل منطقه عشوائيه ما فيهاش ميه خالص، فاحنا بنسحب على حساب الجمعيه والمتبرعين 3 كيلو عشان ندخل لهناك. معايا؟
فأتمنى من ربنا يجازيكم خير ويجازي كل الناس اللي ساعدت في وصول المية لغاية باب بيت الناس اللي تستحق أن يبقى عندها حنفية تنزل شوية مية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. عندنا فاصل قصير ومكملين مع حضرتكم بعد الفاصل.